سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل ومنعك تأديب وكل خير فمنك وحدك سبحانك إلهي القليل منك كثير والطل من فيضك غدير إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة، حيث نلتقي وإياكم ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. ولقاء الليلة حول حقوق ذوي القربى والأرحام، ومعنا من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور غانم السعيد العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ الدكتور حسني التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف دكتور محمد قرني حسين مدير أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ عبد العزيز زيدان مفتش بالإدارة، والشيخ وائل أحمد أحمد مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد محمد مبارك مفتش بالإدارة، والشيخ عبد الله حسان محمد المفتش بالإدارة، والشيخ محمد ندى مدير أوقاف غرب مدينة نصر، والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب المسجد. أيها الأحباب، صلة الرحم قيمة دينية عظمى وباب من أبواب الخير، قرن الله الإحسان إليها بالأمر بعبادته وتوحيده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وجعلها الحق سبحانه من الصفات الكريمة التي مدح الله بها أصحاب العقول السليمة، وطريقا توصل صاحبها إلى الجنة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم
الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الدكتور ماهر الفرماوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية، وندوة الليلة عن حقوق ذوي القربى والأرحام. أيها الأحباب، صلة الرحم من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات، بسببها يبارك الله في العمر ويبسط في الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهي من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وصلة الرحم من أهم أسباب حفظ الإنسان من السوء، وهذا ما أشارت إليه أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها حين قالت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة
من فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونستغفره ونتوب إليه مغفرة المذنبين التائبين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع طوائف من البشر من خلق الله جعل الله البر بها والإحسان إليها وحسن معاملتها بعد الأمر بعبادته وتوحيده وعدم الشرك به. فربنا يقول في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أعظم أمر من أعظم آمر. أعظم أمر أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فهذا الأمر العظيم هو الذي من أجله خلق كل شيء. خلق كل شيء، كل ما في الكون خلق لهذه أو لتنفيذ هذا الأمر. ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لهذه الكلمة. وربنا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بهذه الكلمة. وبعد هذا الأمر العظيم يعطف الله عليه الأمر بالإحسان والبر وحسن المعاملة لهذه الطوائف السبع. ومعنى أن يعطف على الأمر العظيم شيء أن هذا المعطوف هو أيضا أمر عظيم على قدر المعطوف عليه. فيقول: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجمع وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وأولو القربى والقرابة والأرحام من هذه الطوائف، وفي المرتبة الثانية بعد البر والإحسان بالوالدين. وهذا يدل على هذه القيمة العظيمة لهذه القرابة وللأرحام. وفي مطلع هذه السورة، سورة النساء، يقول ربنا بعد أن يأمرنا بتقوى، يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به وإيه؟ والأرحام. لو كان في غير القرآن الكريم كان من الممكن أن يقال: واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، للتفريق بين تقوى الله وتقوى الأرحام. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بتقواه وتقوى الرحم
أمرا واحدا، أمر واحد، وكأنهما الاثنين شيئا واحدا، لأن الفعل الأمر بالتقوى هو أمر واحد، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كما تتقي الله بأن تفعل ما أمرك به ونهاك، وأن تتجنب ما نهاك عنه في السر والعلن، الاثنين مع بعض، لأن هي التقوى كده، إنك أنت تفعل ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك عنه في سر، في علانيتك وفي سرك. وأيضا تقوى الرحم أن تفعل ما أمرك الله به معها، وأن تتجنب ما نهاك في السر والعلن، والأمر بالتقوى واحد، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم بعد آيات قليلة من هذه السورة يقول ربنا: وإذا حضر القسمة، مين؟ أولو القربى. قسمة إيه؟ قسمة الميراث. بعد ما بيموت الأب بيجلسوا الأبناء الورثة مع بعضهم الأصول، بعد الموت مباشرة، بعد موت المورث مباشرة، يجب أن يكون من أهم الأعمال التي يعملها الورثة أن هم يقعدوا مع بعض ويقسموا التركة بينهم وبين بعض، لأن مال الأب أو المورث بمجرد موته لم يعد ملكا لواحد، وإنما ملك للورثة، من أخذ منه شيء بدون إذنهم فهو قد أكل واستحل حراما. مات فجلس الورثة يقتسمون التركة. حاضر أخو أبوك وأنت بتقسم التركة، حاضر الأخ أو حاضر أخوه أو اللي هو عمك أو حضرت عمتك اللي هم فقراء ومعدمون، وأنتوا قاعدين بتقسموا التركة بينكم وبين بعض، فأنتم الأصول. ربنا بيقول لك: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. خد يا عم يا فقير، أخوك ترك لنا خير وترك لنا أموال كتيرة، فخد المبلغ ده مش حالك. خد يا عمتي المبلغ ده مش حالك. خد يا خالتي، أمك تركت لنا، أختك تركت لنا كتير، أمنا خدي من وتعطيها، وتعطي بنت خالتك، الفقراء منهم من القرابة اللي حضروا القسمة. ربنا بيقول لك اديهم، مش نقعد في أوضة جوه كده نستخبى ونقول يلا نقسم عشان ما فيش حد يعرف احنا معانا كام. ده انتوا قاعدين تقسموا. وقلت الأول حاجة كده، نكرم، أكرم قريب أبويا، أخوه، أخته، عمته، خالته، أكرم أخت أمي، خالتي، بنت خالتي، خالي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ومش تقول لهم بقى أنتوا خدتوا وادينا لكم مع السلامة بقى، عشان خاطر احنا عايزين نقعد مع بعض شوية والدنيا راحت، وأخوك اللي هو أبونا مات، ويلا الدنيا تنفض، وأختك اللي ماتت اللي هي أمنا وخلاص. لا، ده يقول لك إيه بقى؟ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يا عمي البيت ده بيت أخوك وإحنا أولاد أخوك، لازم نشوفك. يا عمتي، يا خالتي، يا خالي، هذه هي المعاملة التي يجب أن تكون مع الأرحام، مع القرابة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذا كلام ربنا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى.
وربنا الرحم دي عزيز عليه، عزيز عليه وغالي عليه جدا، اللي هي عمك وعمتك وخالك وخالتك، كل قرايبك اعزاء على الله. ولذلك يقول ربنا في الحديث القدسي: انا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي. تامل اخي ايها الموحد بالله معنى كلام ربنا في هذا الحديث القدسي: انا الرحمن خلقت الرحم، انا الذي خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، سميتها باسم، اشتقيت اسمها وحروف اسمها من اسمي، فهو الرحمن وهي الرحم، واشتققت لها اسما من اسمي. زي بالظبط ولله المثل الاعلى، لما يبقى لك قريب عزيز عليك، والدك عمك صديقك، وربنا يرزقك بولد، فتقول اسميها على اسم مين؟ على اعز الناس عليك، على اسم ابوك، على اسم اخوك، على اسم عمك، على اسم صديقك. او ربنا رزقك ببنت سميها على اسم امك لانها عزيز عليك، على اسم اختك، على اسم اي حد عزيز عليك. فشوف ربنا بيقول ولله المثل الاعلى: انا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. والرحم ايها الاحبه في الله والقرابه هي وصية رسول الله لنا. أوصى سيدنا أبا ذر بها، ووصيته لأبي ذر هي وصية لكل مسلم إلى أن تقوم الساعة. فأبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، سروا من الصلاة على رسول الله، أوصاني خليلي بخصال من الخير. من هذه الوصايا عدة وصايا، منها أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وإن أعرضت وإن خاصمت وإن هجرت وإن بعدت. أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. وصلة الرحم أيها الأحبة طاعة من أفضل الطاعات، ولها أجر عظيم وثواب وعطاء في الدنيا وفي الآخرة. في عبادات كده وطاعات لازم الإنسان ياخد أجر وثوابه عليها في الدنيا، وياخد أجر وثوابه عليها في الآخرة. لازم ياخد عليها أجر في الدنيا قبل ما يغادرها ويرحل عنها. منها صلة الرحم، ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في سنن ابن ماجه، رواه في حديث رواه ابن ماجه، تقول رضي الله عنها: أسرع الخير ثوابا، أسرع الخير ثوابا في الدنيا البر وصلة الرحم، لازم تاخد على طول. وأسرع الشر عقوبة البغي، الظلم وقطيعة الرحم. خلصة، هي خلصة، لازم تاخد في الدنيا حقك على هذه الطاعة. إن عملت خير ووصلت خدت الأجر، وإن عملت شر وقطع خدت العقوبة. طيب أنا عاوز أعرف أجري على هذه الطاعة في الدنيا، ربنا يديني حد كده عاوز
مشغول بالدنيا، كل يعني كلنا عاوزين من الدنيا عاوزين الآخرة. فحد مشغول بالدنيا عاوز يعرف ان هو لما يكرم اخته وعمته وخالته وخاله وقرايبه دول هياخد ايه؟ عطاء الله لا يكون ايه؟ نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من سره ان ينسأ او ينسأ له في اجله او في اجله. ان ربنا يطول عمره. طب العمر يطول؟ نعم، وأدلة كثيرة بأن عمر الإنسان يبقى 50 ويعمل طاعات تزوده يبقى 60 ويبقى 70. ومش شرط عمر بس، من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه، لأن ممكن العمر يطول وتبقى الحياة ضنك والعيشة صعبة لدرجة الإنسان ممكن ساعتها يتمنى الموت من ضيق الحياة، يتمنى الموت. لكن بيقول لك لا، أنت طول في العمر وسعة في الرزق، عيش كده مبسوط، عندك أموال وعندك عقارات وعندك ونفسك طيبة ونفسك وتدي خير وتعمل وتدي للناس، حالة من رغد العيش. وبعدين تعيش الدنيا بالحالة دي، عمر طويل ووسع في الرزق، ولما تيجي تقابل ربنا تموت موتة كريمة، تموت على طاعة، تموت ساجد، تموت بتصلي، تموت معتمر، تموت متوضئ. من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه وأن تدفع عنه ميتة السوء. ما يموتش سارق، هو بيسرق يموت يتقتل، ولا زاني ولا على أي معصية، تدفع عنه ميتة السوء. فليتق الله. المهر إيه يا رسول الله للتلاتة؟ طول في العمر، سعة في الرزق، موتة كريمة. المهر حاجتين أخي أيها الموحد بالله، فليتق الله وليصل رحيمه. اثنين بس، تتقي ربنا وتصل رحمك، تصل اخوك وتصل اختك. الناس اللي مخنوقه من ضيق العيش والرزق وممكن يمد ايده او يفتح درجه للي يحط من مال حرام واكل حرام، رشاوي وتدليس وغش، وهو عنده الباب الأسهل والأيسر إنك تخبط على باب أرحامك، على باب رحمك اللي ممكن تكون زعلانة ولا متضايقة ولا مرحطات من زمان، تروح تزور وتخبط وتفتح وتصل، هتلاقي الرزق جاي لك من حيث لا تدري ولا تحتس. وجرب، جرب مع رسول الله الذي لا ينطق عن الأرض، لأن قال لك ويوسع له في رزقه. الباب مفتوح قدام منك، باب الحلال، باب انك تخبط على اختك وعلى اخوك وعلى عمك وعلى خالك وتصل بما استطعت ولو بالكلمه الطيبه. وفي حديث يرويه ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول: إن الله لا يعمر بالقوم الديار. يعمر بهم الديار يعني تفضل لهم ذرية ويخلفوا ويجيبوا أولاد وعمرهم يطول. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم في الأموال. تلاقي الأموال جاية لهم من كل حتة، زي ما بيقول عندنا كده في الفلاحين رزق زي رزق البهايم. تلاقي الخير جاي له بالفدان، الأكل جاي له بالفدان، ويثمر لهم في الأموال. وبعدين تبص على حاله تلاقي حاله مع ربنا مش مظبوط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما نظر إليهم بغضا لهم، لا إله إلا الله، يعطيهم طول عمر وأولاد وأموال وبيكرههم. صحابي وقف وقال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ إيه السبب؟
قال صلى الله عليه وسلم: وذلك لصلتهم أرحم. لما تشوف واحد عندك في البلد كده حاله حلو قوي وأموال كتير رايحة وجاية، وهو لا مش قاعد في المسجد ولا بتاعه، وحالته يعني مش مستقيمة، تقول ده بيجي ده ناس قاعدة في المساجد وليل ونهار وصلاة وعبادة والدنيا مزنقة عليه، هو بسبب الباب ده. عرب باب عم خالة بعيدة مفيش حد بيعرفها، هو رايح وهو جاي من مشاوير وشغله، فوت عليها: ازيك يا عمتي؟ ازيك يا خالتي؟ عامل ايه؟ ادعي لي. والله يا خالتي روح يا ابن الله يسهل لك ويفتح لك ابواب الرزق. خلاص، ان الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم في الاموال وما نظر اليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لصلاتهم ارحم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك صلة الرحم دي هي سبب في قبول عملك او عدم قبول صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وكل حاجة، كل اعمالك متوقفة على رضاء الرحم. يعني انت مخاصم اخوك ومخاصم اختك بسبب امور تافهة وملهاش لازمة، انت ضيعت كل حاجة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الاعمال على الله، اعمال ابن ادم كلها تعرض على الله يوم الخميس ليله الجمعه. كل يوم خميس ليله الجمعه كل اعمالنا تعرض على الله، صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وحجنا وصدقتنا تعرض على الله، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وفي روايه: لا يقبل عمل مشاحن ولا قاطع رحم. بقي نحن نعرف عقوبة قطع الرحم دي، عقوبته شكلها ايه وايه اللي بينتظره، وانت عرفت اللي ليك عند ربنا لما تصل الرحمة، اجب ان احنا نعرف برضو لما نقطع الرحم ايه اللي هعمله معانا ربنا. وانا مش هطول عشان الوقت، اذكر آية واحدة من كتاب ربنا في سورة محمد، حيث يقول ربنا مخاطبا الكفار والمشركين المعرضين عن ربنا: ماذا انتم فاعلون مع هذا الجرم العظيم الكفر؟ اما يساويه من اعمال، ايه اللي هتعملوه؟ فهل عسيتم ان توليتم اعرضتم وكفرتم واشركتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ساوى بين تقطيع الأرحام بالإفساد، وساوى بين الإفساد وتقطيع الأرحام بالشرك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خد بالك مما سيأتي: أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله، يبقى قاطع الرحم ملعون في القرآن الكريم، ملعون من فوق سبع سماوات. والملعون ايه يعني؟ اللي ربنا هيلعنه ده ايه اللي بقيله بقى؟ ايه اللي منتظره بعد ما ربنا يلعنه؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وبعدين يسمع ويتقال له بس الشيطان بعد ما ينخلص معاه الكلمتين ولا يقراهم يطلع يقول لك: يا عم انا بقى زهقت من اختي دي، عملت لها اللي ما تعملش وما بترضاش، واخويا ما بيرضاش، وعمي ما بيرضاش، وحاولت وكل ما اروح تعرض عني الرحم دي. وانت ما تعلمش ان الرسول قال لك افضل الصدقه على الرحم الكشح. الكشح يعني اللي تديك جنبها كده، تديها مثلا، ربنا يسر عليك، عاوز تديها 100 جنيه ولا حاجه، هات تاخدها منك. انت بتجيب لي ايه وانت بتديني حاجه؟ وانت اللي بتبقى منك بتعمل لي حاجه؟ تقوم انت واحده من الاثنين: يا يكون هواك مع ربنا فتقول الحمد لله ان لي رحم بتزود اجري وصوابي عند ربنا، اللهم لك الف حمد وشكر. مبتلى، انت مبتلى بيه. ايه رايك لو ربنا حاش عنك الابتلاء ده؟ ما كلنا مبتلون، سوف نبتلى.
ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم كل واحد منا ليه بلاء وشكل. طب تختار ربنا ابتلاء في اختك ولا عمتك اللي بتزهقك وعمك، ولا تبتلى في صحتك، يجي لك مرض مزمن والعياذ بالله، كلى بتضرب وتبوظ، سرطانات والعياذ بالله، الكبد، ايهما تختار؟ تصبر على اذى عمك وعمتك وخالك وخالتك، اللهم لك الف حمد وشكر ان انا لي عم وعمه وخاله وبيزودوا في اجره وبيديني ثواب. افضل الصدقه على الرحم الكاشح. وبعدين ربنا لما يقول لك اولئك الذين لعنهم الله، بالله عليك لما تبقى قطع رحمك وبعدين تجيب القران بقى وانت راجل بتتعبد لله سبحانه وتعالى وما انتش واخد بالك من قضيه الرحم دي، زعلان من اختك ومن عمك وصرفت عنهم وطحت عنهم بقالك سنه واثنين وعشره وريحت دماغك، وتيجي تقرا هذه الايه بيقولون رب قارئ للقران والقران يلعنه. انت بتقرا القران تتقرب به الى الله وهو يلعنك، لانك لما تبقى قطع رحم وبتقرا هذه الايه اولئك الذين لعنهم الله، طب ما انت بتلعن نفسك. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. هيقول لك انا عم زهقت وانا ما عنتش وربنا بقى اللي حاسبني وانا خلاص، ليه؟ لاني هواك بقى مع الشيطان وانت ما عادش داخل معاك عامل معاك الكلام حاجه خالص، لا قران ولا احاديث ولا حاجه. فربنا يخاطب دول ويقول لهم ايه؟ افلا يتدبرون القران، افلا يتدبرون القران، خلاص، ام على قلوب اقفالها. ما انت لما تقول انا خلاص ما عدت سائل تبقى انت قفلت، ام على قلوب اقفالها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هكذا ايها الاخوه الاحباب عشنا مع هذه الكلمه الطيبه، قدمها فضيله الاستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كليه اللغه العربيه الاسبق بجامعه الازهر الشريف، عن حقوق ذوي القربى والارحام من مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، صلة الرحم تعمل على تقوية المشاعر الإنسانية، فيصير المجتمع كأنه نسيج واحد مترابط. وصلة الرحم لا يقتصر خيرها على الدنيا فحسب، بل هو عاجل وآجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ما أجمل أن يتقرب العبد إلى مولاه بصلة الرحم ابتغاء مرضاته ورجاء ثوابه. وإن كان في النفس شيء تجاه الأرحام فالعفو والصفح مطلوبان. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وإن مما ينشرح له الصدر أن يكون بيننا نحن المصريين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط،
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. أما الرحم فكون هاجر أم إسماعيل من أهل مصر، وأما الصهر فلكوني مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة، يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة النيرة في هذه الرحاب الطاهرة. وهذا الموضوع المهم بل الأهم، وهو أن الأسرة هي صمام أمان المجتمع. ولقد تفضل بالحديث وأحسن وعلم وألجم وأسكت أستاذنا الكبير معالي العميد أستاذي الأستاذ الدكتور غانم السعيد. ولا تتعجبوا من حسن ما قال وألجم الأسماع أستاذنا، فهو كان عميدا لكلية الإعلام بجامعة الأزهر، ثم كان عميدا لكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر، الكلية الأم، الكلية العظيمة. أضيف إلى ذلك ما أحسبه عليه من ورع وتقوى وقلب طيب ولسان ذاكر، رجل نحسبه على خير كثير. لذلك يعلم الله ما كنت أحب أن ينتهي من هذا الفيض الذي امتن الله تعالى عليه به، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وجزاكم أستاذي. وأجد نفسي محصورا في نقطتين أو ثلاث نقاط إن سمح الوقت. النقطة الأولى عبارة عن رؤوس أقلام، سأذكر أشياء فقط ومعانيها ستكون أوضح، وعند كل من يسمعها علم كثير متعلق بها أكثر مما سأقوله أنا، حتى لا أضيع الوقت. الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يذكر باباً يعنون له ويقول: باب إجابة دعاء من بر والديه. إجابة دعاء من بر والديه، بر الوالدين يترتب عليه إجابة الدعاء. ثم يذكر أحاديث، منها حديث الغار الذي لا يغيب عن أحد،
الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسدت على فمه صخرة فما كان أمامهم من شيء يدعون به إلا أعمالا صالحة. كل منهم بدأ يفكر في شيء قد عمله بينه وبين الله عز وجل خالصا مخلصا، فدعا به عسى أن يتقبل الله تعالى دعاءه بهذا العمل. وكان من بين هؤلاء هذا الرجل الذي كان له والدان شيخان كبيران وله أطفال صغار، وكان يحبس اللبن عن أطفاله وهم يتضاغون ويترك ذلك إلى الصباح حتى طلوع الفجر حتى يسقي والديه ثم يسقي الصبية. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الثلاثة كل واحد منهم دعا بدعوة، انفرجت الصخرة شيئا فشيئا فشيئا إلى أن خرجوا وانطلقوا. الإمام البخاري يعنون بابا من أبواب صحيحه ويقول: باب إجابة دعاء من بر والديه. ثم يعنون الإمام البخاري لباب آخر ويقول: باب صلة الوالد المشرك. ثم يعنون بابا آخر ويقول: باب صلة الأخ المشرك. الوالد المشرك نعم له صلة، نعم له صلة بنوع معين، حتى الأخ نعم. باب صلة الأخ المشرك. ويعنون لباب آخر ويقول: باب صلة الرحم. ويعنون لباب آخر ويقول: باب إثم قاطع الرحم. كل باب يذكر تحته أحاديث، ويذكر بابا ويقول: باب من بسط له في رزقه بصلة الرحم، ويذكر الحديث الذي تفضل به أستاذنا حفظه الله، ويذكر بابا ويعنون له بقوله: باب، انتبهوا إلى العنوان، باب صلة من وصل، أي أن الذي يصل يصله الله عز وجل. ومن ضمن هذه الأبواب يذكر أحاديث، الحديث الذي تفضل به أستاذنا معالي العميد أستاذ الدكتور غانم أن الله تعالى في حديثه القدسي قال: خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. هذا حديث قدسي رواه البخاري وغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا على لسانه هو. سأذكر الحديث فقط إلا تعليقا بسيطا خفيفا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الرحم شجنة من الرحمن. شجنة، أي ما معنى شجنة؟ أقرأ الحديث أولا: الرحم
شجنة أو شجنة أو شجنة، الثلاثة. الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. سأقف مع هذا الحديث مع كلمة واحدة، ألا وهي شجنة، لأبين لحضراتكم أن السنة النبوية المطهرة لها دور عظيم في الدين، من هذا الدور توضيح ما أتى به القرآن، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث القدسية. عندما نجد كلمة مثل هذه، اسمحوا لي أن أخرج مخرجا سريعا وأعود. أتدرون ما وجه إعجاز القرآن الكريم؟ كيف صار القرآن الكريم معجزا أرباب الفصاحة والبيان عن أن يأتوا بمثله؟ وجوه كثيرة، أشهرها وأعمها وأقواها وأوسعها اختيار كل كلمة ووضعها في مكانها اللائق به. الأحاديث النبوية الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم البشر الذي استأمنه الله تعالى أن يعبر عن المعاني، معاني الوحي، بأسلوبه هو وبكلماته هو، ما عساه أن يكون من التوفيق والسداد في أعلى درجات البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شجنة دون غيرها من مفردات اللغة جميعا؟ الحق أن هذه الكلمة لها معان كثيرة، إذا تذكرت منها شيئا فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقصد أن الذي سأذكره من معانيها ليس هو الذي ذكر فيها فحسب، ولكن لها معاني كثيرة أخرى. قالوا بأن لفظ شجنة معناه من معانيه الاتصال، والالتفاف. الالتفاف يبقى شيء متصل بشيء، وليس متصلا فحسب، ولكن متصل وملتف، كل منهما ملتف، يلتف على الآخر. ومن معانيها التلبس. التلبس، هذا متلبس بذاك، وذاك متلبس بهذا. ومن معانيها الاحتياج. هذه أربعة معان، هذه أربعة معان أذكرها، ما أتذكره منها. نأخذ من هذه المعاني التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لتعبر عن هذه المعاني وغيرها، ونتخيل أنها معان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يجب أن تكون بين الناس في صلة أرحامهم بعضهم البعض. فلا بد أن يكون بينك وبين أقربائك اتصال، كما تفضل أستاذنا أستاذ الدكتور غانم، وليس اتصالا سلبيا، ولكنه اتصال فيه التفاف. وهذا الاتصال وهذا الالتفاف فيه معاني كذا ومعاني كذا ومعاني كذا، ومنها الاحتياج،
لابد أنك وأنت تصل رحمك أن تكون مقتنعا ومعتقدا ومتأكدا ومؤمنا بأنك أنت الذي يحتاج إلى هذا التواصل وإلى هذه الأرحام. أيها الإخوة المسلمون، الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أريد أن أصل إلى عدة نقاط، كل نقطة في دقيقة واحدة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل الطبيعي في التعبير أن يقال أحسن بفلان أم أحسن إلى فلان؟ إلى فلان. ولكن النظم القرآني المعجز اختار الباء، وكان من الممكن أن يقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين ليكون على نسق واحد. لماذا قال إحسانا؟ وبعد أن قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أتى بالباء ليكون ما سيأتي بعد ذلك آخذا نفس الحكم، الحكم نفسه. وإذا ما مشينا مع النقاط واحدة واحدة سنصل إلى أن المجتمع بالكامل ذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب، أي الجار الذي ليس بينك وبينه صلة قرابة، صلة رحم، برضو مطلوب الإحسان إليه. المهم لماذا قال بالوالدين ولم يقل إلى الوالدين؟ لأن الباء فيها معنى الملاصقة، ليست في إلى. يمكنك أن ترسل إحسانك وبرك إلى أقربائك ولا تذهب، ولكن الله تعالى يريد الاتصال، التلاصق، الالتفاف، الاحتياج. كل من الأرحام يحتاج إلى الآخر. هذه هي الباء. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه الباء. أما إحسانا فكلمة إحسانا لا بد أن يكون في الكلام قبلها أحسنوا، لا تأتي بمفردها هكذا أبدا أبدا. فقوله تعالى إحسانا يشير إلى كلمة مقدرة هي أحسنوا، فالتعبير أصلا كان وأحسنوا بالوالدين إحسانا. إذن كلمة إحسانا كأنه قال أحسنوا بالوالدين، أحسنوا بالوالدين مرتين، فهذا يؤكد الإحسان. أنتقل إلى الكلمة الأخيرة لأنني أعتقد أنني أطلت وكان لا ينبغي أن أتكلم كثيرا بعد نفحات أستاذنا دكتور غانم. حقيقة نصيحتي استقيتها من كلام معالي العميد الذي تفضل به، وهو إذا أعطيت ذوي رحمك عطاء ولم يقابلك بالمعروف فإن النفس مؤكد تضجر وتبتعد وتأنف وقد تمتنع. يحضرني بيت شعر ثم أنتقل إلى آية كريمة من القرآن الكريم وأنهي كلمتي. البيت الشعر هذا قاله يا سيادة العميد أبو تمام، وأبو تمام شاعر عربي مات سنة 31 و200 للهجرة، يعني في مطلع القرن الثالث الهجري. قال
ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي، أمرنا أن نقف مع الألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم في الأول في القمة، ثم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألفاظ كل بليغ، كل فصيح، لازم يجب أن نقف عندها ونقول لماذا قال ذاك ولم يقل ذاك، لأنه خبير. ليس الغبي بسيد في قومه. المنتظر باعتبار أنكم لم تسمعوا نصف البيت الثاني، ليس الغبي بسيد في قومه، الطبيعي أن يقول ولكن الغبي المتغابي هو اللي سيد قوم. يعني هنا بدأ بماذا؟ ليس الغبي، بدأ بالغبي، ليس الغبي بسيد في قومه، الطبيعي أن يمشي بالترتيب ويقول ولكن المتغابي هو سيد القوم. ولكنه ماذا قال؟ ولكن سيد قومه المتغابي. لكي لا أطيل أعطيكم النتيجة، هذا التغيير ماذا يوحي؟ ما الذي يعبر عنه هذا التغيير؟ التغيير في النمط معناه باختصار شديد أن السيادة تبحث ولا ترضى أن تذهب إلا للمتغابي. وما الفرق بين الغبي والمتغابي؟ نسأل الله أن نكون جميعا من المتغابين، لأن المتغابي ليس غبيا، ذكي جدا، ولكنه يلقي في قلب من يتعامل معه بأنه غبي، يسيء إليه ويشعره بأنه غبي، لم يفهم أن هذا إساءة. هذه هي الوصية التي أوصي بها نفسي وأحبتي جميعا، بأن المتغابي مع أهله وصلة رحمه سيسود وسيحب وسيرتفع وسيفوز بأشياء كثيرة، منها إجابة الدعاء. آخر دقيقة أختم بها، وهي التي أضطر من أن أخرج إليها من قول أبي تمام هذا، وهي قوله تعالى، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، بعدها إيه؟ أن كنتم قوما مسرفين. لا، أنا لا أحتاج هذه، ولكن أحتاج قراءة نافع. ومن؟ وابن عامر وابن كثير وابن عامر، ثلاثة من القراء السبعة قرأوا ماذا؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وإن تستعمل، من المتكلم؟ رب العزة سبحانه وتعالى. إن هذه تستعمل في ماذا؟ في الأمور المشكوك فيها، وهل كونهم مسرفين محل شك عند الباري سبحانه وتعالى؟ الإجابة معروفة، ولكن الله تعالى يقول إن كنتم قوما مسرفين. دلالة هذه القراءة العظيمة منهج تربوي أخلاقي اجتماعي في جميع طبقات وفئات المجتمع، حتى المديرين، حتى الرؤساء، حتى أرباب الأسر، حتى كل شيء، كل مؤسسات الدولة،
إن تحلت بهذا الخلق سادت وأفلحت ونجحت. وهي ماذا؟ أنك تعتبر نفسك، تجعل من أمامك يعتقد ويجزم بأنك لم تفهم إساءته، لم تفهم تقصيره، لم تفهم أنه قد أهانك بهذا القول. بهذه الصورة وبهذه الآيات وبهذه النفحات وبهذه الأدوار التي تقوم بها ويقوم بها الإخوة العلماء الأجلاء في وزارة الأوقاف، وعلى رأسهم معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل وهذه الندوات وهذه الاجتماعات وتلك المحافل العلمية في موازين حسناتكم جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة البليغة حقا، طوف بها فضيلة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي، وهو أستاذ للبلاغة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، طوف بنا حول بلاغة القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر العربي في إطار حقوق ذوي القربى والأرحام. ونحن في مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، من وصل رحمه بالصدقة ضاعف الله له الأجر والثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين لأرحامهم. أيها الأحباب، نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا، سيدي يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، يا سيد الرسل الكرام، ومن به قد جاء للدين الحنيف بنا، الحق نور، الحق نور، الحق نور، أنت مظهر فجري، والشرك ليل أنت فيه ضيء، يا
سيد الرسل الكرام، ومن به قد جاء للدين الحنيف بنا الحق نور، نور أنت مظهر فجري، والشرك ليل أنت فيه ضياء، اللهم احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها وعلماءها ورئيسها يا رب يا سيدي يا رسول الله حبيب الله سيد الرسل الكرام، ومن به قد جاء للدين الحنيف بناه الحق نور، نور 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 الحق نور أنت مظهر فجره، والشرك ليل أنت فيه ضياء، والعدل أنت وضعت ثابت ركنه، فمضى على سنن لك الخلفاء، نصلي عليه كما عودنا الله في مثل تلك الإشراقات، فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى. النبي حاضرين يعلموا حق اليقين أن رب العالمين أودى بالصلاة عليه، صلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ كمال أبو عرب، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد الحمد بالقاهرة الجديدة ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وللحضور من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الجديدة دكتور محمد قرني حسين، والشيخ عبد العزيز حسين زيدان، والشيخ وائل أحمد أحمد، والشيخ أحمد محمد مبارك، والشيخ عبد الله حسان، والشيخ محمد ندى، والدكتور عبد الله درويش. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.